التفريط في استقرار ليبيا معناها انهيار السلام العالمي في البحر المتوسط، السلام العالمي كله سينهار بسبب انهيار في البحر المتوسط. يعني اذا انتقلت القاعده لليبيا ستكون يعني كارثه. والاستقرار ووجودنا نحن في ليبيا اذا انتهى حتجي ملايين الفارق السود المهاجرين وحيغرقوا ايطاليا وفرنسا واوروبا كلها تصبح سوداء في اقل مده. يعني فنحن اللي موقفين الهجره بالملايين من نحن صمام الامان، نحن اللي عاملين استقرار في البحر المتوسط على طول 2000 كيلو متر مساحه ليبيا، هذه كلها استقرار ومانع الهجره وسلام ومانع وجود القاعده بشكل كبير الا الذين تسللوا الان. فلو تقوض وضع الاستقرار في ليبيا سينعكس على اوروبا وعلى البحر المتوسط فورا وعلى ما يسمى باسرائيل وعلى كلها سيعتبر خطر كلها.